وفي إطار انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية السادس عشر بعد المئة اجتمع سعادة السيد زايد بن راشد أزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع معالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودية وقد جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين البحرين والسعودية حيث اكد زياني دعم الحكومه الموقره لكافه البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شانها تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحه الشعبين الشقيقين بعدها تم بحث اهم الخطط والبرامج الحكوميه التي قامت بها كل من البحرين والسعوديه لدعم القطاع السياحي وزياده سبل التعاون وتفعيل السياحه البينيه بين البلدين الشقيقين